باك 2025 مرحبا بيكم. اليوم بدا الباك، ممكن تقول مازال بكري، اما هذه مرحله مهمه في حياتك وقت تكون عندك خطه ليها النتائج باش تكون خير. في لسانة تعاملنا مع الاف تامثة الباك، فيهم اللي وصلوا جاوا الاوائل في الجمهوريه في الباك، وفيهم اللي للاسف ما وصلوش الادمي. الفرق بين التلميذ اللي ينجح في الباك بالكدا ويجيب معدل يخليه مرتاح بعد في الاورينتاسيون، والتلميذ اللي يعدي عام كامل خايف وبعد للاسف يتيح كنترول والا ريفيوزي، هو انه فما واحد فيهم من الاول دخل للباك بازي كان عنده شويه نقص في مواد يحاول يصلحه من الاول ويعمل مجهود في هذايا، اما التلميذ الاخر يستسلم ويقول انا ما نفهمش في المات ولا في الفرنسي ويكمل بقيه العام بالنيفو الضعيف نتاعو. والفرق زاد انه فما التلميذ عنده خطه مراجعه قاعد يتبع فيها على طول العام ويطور ويصلح فيها، والتلميذ اخر للاسف معامل كان على الموتيفاسيون ديما غدوه باش يبدا يقرا وغدوه باش يكون النهار المثالي نتاعو في المراجعه والنهار هذاك التوا ما جا. ومن اهم الحاجات اللي يخليو التلامذه يتميزوا في الباك ويمشيو في طريق النجاح انه تكون عندهم مرافقه ومتابعه من الاساتذه نتاعهم ومن الناس اللي عندهم خبره مع الباك باش يعلموهم احسن طرق المراجعه ويعلموهم زادا شنو لازم يريفزوا بالضبط باش يجيبوا بالكدا في الباك، خاطر للاسف اكثر التلامذه مش مشكلتهم الكور وين يلقاوه والا وين يقراو بالضبط، اما المشكله شنو باش يقرا وكيفاش باش يريفز. في منصة لسانة أكاديمي خدمنا مع أساتذة عندهم خبرة كبيرة باش نوفروا كل مقومات النجاح والتميز في الباك في عرض باكنا 2025، باش نكونوا معاك من أول آخر نهار في الباك، كل ما تستحقوا موجود في بلاصة واحدة وما عادش تستحق ليتودي. وحضرنا لكم خطة كاملة للنجاح باش نبداو من جويليا بمراجعة الفرنسي والانجلي والانفورماتيك باش ندخلوا الباك بازي فيهم، وبعد ننطلقوا في مراجعة المواد الرئيسية وين باش نريفزوا آخر دروس نتاع التروازيم ونبداو نقراو الدروس نتاع الباك اللي باش يخليونا حاضرين الأول للدوفارات نتاع الكونترول. وعلى طول العام باش تكون فما حصص مباشرة تتفاعل فيها مع أساتذتك في كل المواد، يجاوبوا على أسئلتك ويسهلوا لك كل حاجة صعيبة. واكيد فما مراجعه مكثفه في عطله الثلاثي الاول وعطله الثلاثي الثاني ومراجعه للباك بلون وفتره المراجعه الاخيره اللي تتقال عليها بيريود دي ريفيزيون، وباش تتحصل زاده على عرض ديامون اللي باش تلقى فيه كل الدروس في كل المواد مفسره من عند احسن الاساتذه ومعاها دي زيكزرسيز دي سيري ودي زيكزاما مفسرين وبالاصلاح نتاعهم في شكل فيديوهات ودي بي دي اف، وما غير ما التلميذ يدخل في برشا ستريس والا يتعب. عرض باكنا يربحك برشا وقت مجهود وفلوس، وخاصه التلاميذ اللي بيسجلوا من الاول يتمتعوا بتخفيضات هامه. اتصل بنا على الارقام هذيه والا تواصل معنا على السوشيال ميديا وفريقنا في الخدمه باش نجاوب على كل استفسارات.